عاصفة الشرق الأوسط وصلت إلى نهايتها، ودحرجت الأخبار الرسمية، وسر الترقب الدامي لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، واللي يمكن أن يعلن رسمياً هذه الليلة، خاصة بعد موافقة كابينة الحرب الإسرائيلية وعلى لسان نتنياهو قبل قليل بموافقته على شروط الاتفاق. وهنا أكو أسئلة كبيرة وكثيرة عن معنى النصر، وشلون يعرف كل معسكر، وشنو مصير غزة، وشنو مصير حزب الله، وما هي بنود الاتفاق الأساسية لوقف اطلاق النار، من خرج مغلوبا، من هو الغالب. هاي أسئلة أولية عن النتائج بعد وقف اطلاق النار، وبأي شروط. ومن بعد انجلاء الغبرة سنرى مصير القضايا التي قامت عليها الحرب أساسا. وهنا راح نصير أمام فلسفتين لحساب النتائج، فلسفة المقاومة وفلسفة إسرائيل في الحرب. الأخبار الدبلوماسية تتحدث عن هدنة طويلة الأمد حسمت، ويجري الآن كتابة بيانها. هدنة تمهد لإيقاف إطلاق النار نهائيا برعاية الرئيسين الأمريكي بايدن والرئيس الفرنسي ماكرون، المنتظر منهما الإعلان الرسمي لإيقاف إطلاق النار ولمدة 60 يوم، تتضمن إخلاء حزب الله للمنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق اللي احتلتها بعد التقدم البري داخل لبنان. ثم يجري إعادة انتشار الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة. وطبعا القرار الأممي 1701 هو المرجعية لهذا الاتفاق. هاي الصيغة الرئيسية الأكثر تداولا حتى الآن، ويبدو في سبيل التعديل عليها يمارس حزب الله الآن أقوى تصعيد صاروخي ضد إسرائيل، وفي سبيل تحقيقها كما هي تمارس إسرائيل أقوى مستويات القصف على بيروت والضاحية الجنوبية. لكن الاتفاق لحد اللحظة من جانب حزب الله وإسرائيل مليء بالعيوب، مثل ما يوصف من بعض المراقبين الدبلوماسيين. وزير المالية ووزير الأمن القومي الإسرائيليين يقودون حملة لرفض الاتفاق، والأخير ما يزال يدعو بشدة إلى الاستمرار بالحرب على لبنان، واعتبر الاتفاق خطأ كبير وتفويت لفرصة تاريخية لإنهاء حزب الله تماما. لكن حسب الصحافة الإسرائيلية أكو أسباب معقدة وسرية تدفع إسرائيل ونتنياهو تحديدا لاختيار الاتفاق رغم عيوبه، لأن المريح بالاتفاق لنتنياهو هو احتفاظ إسرائيل بحرية العمل العسكري بلبنان وإطفاء خطر حزب الله وإغلاق منافذ توريد السلاح إليه مستقبلا، والنجاح أخيرا بفصل جبهة غزة عن لبنان والانفراد بحماس وحيدة، ثم التحضير لمعاقبة كل من رمى حجارة على إسرائيل. حزب الله اللي خسر كثيرا في سبيل دعم غزة بحربها ضد إسرائيل، ووقف على حافة الموت وتمسك بمبادئ عليا أخلاقية وإنسانية لوجوده كحركة مقاومة، يصل هذه المرحلة وهو منهك مضرج بالدماء وحاضنته الشعبية تنزف مع استمرار الحليف الأكبر إيران بالتواري خلف الفرص الدبلوماسية
بعد انتهائها من جولات استعراض القوة وتثبيت الردع أمام أعدائها. وإذا نحسب على المستوى العسكري والسياسي ما حققه حزب الله وصولاً إلى هذه الساعة، سنكون أمام نتائج تشبه الفاجعة على معايير النصر والهزيمة. بالمقابل قد تكون أكبر الخسارة الإسرائيلية هو بقاء الحزب على قيد الحياة السياسية وربما حتى العسكرية. أما في غزة فيبدو أن رهانات حماس على حزب الله أو الحوثيين أو العراقيين ستهوي بهذا الاتفاق، ويمكن نهاية القصة ستكون مشابهة للمسار اللي اختاره حزب الله. حماس سلم الملف لمنظمة التحرير مثل ما حزب الله سلم الملف للدولة اللبنانية. أما إيران اللي كانت دائما قادرة على إرساء معادلة لا تتضمن كل هذه الخسائر ساحات وبلدان المحور، فقد نرى مكاسبها جلية بعد شهور قليلة من توقف الحرب.